يعني بنشوف صبر وتحمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت رد فعل يدرس في التاريخ. صحيح ايه اللي حصل بقى بعد ما سيدنا ابو طالب خلاص يعني اكد للرسول صلى الله عليه وسلم ان هو مكمل معاه في الدعم المستمر ليه، حتى يعني ان هو ما كانش دخل في الاسلام؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللقطة دي بقى يا عبير هيبدأ يتعرض لإيذاء نفسي وبدني واجتماعي غير عادي من قريش. جربت معاه زي ما انتي تفضلتي وقلتي، قعدوا يفننوا، جربوا كل حاجة في الدنيا، عشان كده دين ربنا ده لا يمكن حد يقدر يهده. جربوا كل حاجة في الدنيا، قعدوا يأذوه شوية صلى الله عليه وآله وسلم هو والصحابة، وبعدين هيلجأوا للمفاوضات، هيقاسوا ويرجعوا تاني للإيذاء. مفاوضات على شكل ايه مثلا؟ نقوا أكبر واحد وأعقل واحد وأحكم واحد في قريش، اسمه عتبة ابن ربيعة، ده راجل كبير في السن مش شاب صغير يعني. عتبة ابن ربيعة ده كنيته أبو الوليد. قالوا روح أنت بقى يا أبو الوليد اتكلم معاه، شوف لنا معاه حل، لازم نوقف الموضوع. قال لهم سيبوا لي الموضوع ده أنا هخلصه. اخد بعضه، ثقة عندهم، ثقة عندهم نفسه. يعني ربع الثقة اللي عندهم سبحان الله، عندهم ثقة فظيعة. راح عتبة بن ربيعة ده، بس سبحان الله يا عبير، كان الواحد منهم يروح لسيدنا النبي سواء اسلم او ما اسلمش، كان يروح لسيدنا عليه الصلاة والسلام بوش وبنفسية يرجع حد تاني خالص، لان النظر في وجه سيدنا رسول الله عبادة اصلا. والقعدة قدام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتغسل الانسان من جوه وبتعالج كل الامراض النفس اللي عنده. فكان الواحد فيهم يروح حاجه يرجع حاجه تانية. فعتبة بن ربيعه ده راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا محمد انا جاي اتفاوض معاك وهعرض عليك بعض العروض، اختار اللي انت يريحك فيهم. سيدنا رسول الله عارف، لان ربنا بيطلعه على الغيب، فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان الراجل ده هيقول كلام تافه، ومع ذلك هيحترمه وهيسمعه. عشان كده احنا القصه دي عبير بنقول تدرس في فن الحوار. أيوه. فن الحوار بالذات مع اللي مختلف معاك في العقيدة أو في الرأي. صحيح. قال له قل يا أبا الوليد أسمع، وما قالوش عتبة ابن ربيعة، قال له الكنية بتاعته اسم الدلع. يعني بيبتدي يلطف الجو من أول دقيقة في الحوار، مع أن سيدنا عارف أن كل اللي هيتقال كلام فاضي، بس قال له قل يا أبا الوليد أسمع. عارفة لو احنا بقى عبير، تفضل قول، ما أكيد كلام فاضي يعني، هسمعك عشان أبقى بس عملت اللي عليا. حتى لو هسمع، ده لو احنا والله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أبا الوليد أسمع، وفي رواية أنه قال له لبيك، يعني أنا عنيا ليك تفضل. قعد أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة، قال له شوف بقى يا محمد، إن كنت تفعل ما تفعل تريد المال، قل نعطيك اموالا فتكون اغنانا. ده بالمصري كده يا عبير، زي ما يقول لك ايه مثلا، لو بتعمل شويتين بتوعك دول عايز قرشين هنديهم لك، هنديهم لك. ده بالظبط، بس هو كمان بيقول له هتبقى اغنانا، يعني هنديك اللي انت هتطلبه. اغنى واحد هتبقى في قريش، بس اسلوب كلامه بس عشان باللغه العربيه، فاحنا ممكن يتهيأ لنا انه كلام شيك، هو مش شيك ولا حاجه، هم عشان ده اسلوبهم اللغه العربيه. لكن هو لو جينا نقيسه على الواقع بتاعنا، زي ما قلت لك بالظبط، لو عايز قرشين هنديهم لك وتبقى اغنى واحد فيها. ده بالظبط معنى الكلام. عارفه لو احنا بقى قطع لسانك، انت ازاي تقول عليا، انت مش عارف انا مين، مش الكلام ده. سيدنا النبي بيسمع وسكت. وان كنت تفعل ما تفعل تريد الجاه، قل، ما تقول، لو انت عايز يبقى ليك مكانه في المجتمع فلا نقطع امرا دونك، هناخد اي قرار سياسي الا ما نرجع لك. وان كنت تفعل ما تفعل تريد السلطان، لو عايز تبقى ملك قول، ملكناك علينا وهنلبسك التاج وتبقى ملك قريش.